شوف الزوج ديالي وخلى لي جوج البنيات وخلى الزينه ديال جوج المحلات على مرخصين بها السلطات من عام 1962 على ارض كريمه من عند وزاره التجهيز، وكتخضع لواحد المسطره ديال الاحتلال المؤقت للملك العمومي. في الشهور الاولى من العام اللي ودعناه جا القيد السابق هو المقدم وواحد المخازنيه وريبوا لي المحلات السكنيه وخلاو المحلات التجاريه كيف كيقول هويا هذا القيد انه غيخليهم الوزاره يسلمهم لوزاره التجهيز، رغم ان هاد الحيوط ولا هاد الزينه ولا هاد التواجد ديالنا والبني قانونيين. ملي صيفط ملي جا عنده العون المنفذ ديال المحكمه الاداريه اللي نكر استجبوا ونكر اللي نكر القيد على انه ما هدمش المحلات، ملي درت عده شكايات للسيد الوكيل العام للمحكمه الاستئناف كنتفاجئ ان الشكايه الاولى كتختفي ليا كلها بالوثائق ديالي اللي هي 12 وثيقه، وكنبقى نمشي لعندهم وهذا قالوا لي جيبي الناظر او الشكايه اخرى، جبتها لهم واللي كتختفي حتى هي ديك 12 وثيقه. والغريب في الامر ان هذه الشكايه صيفطوها للفرقه السابعه للشرطه القضائيه بالولايه اللي غادي غيتصلوا بيا وبلا ما خبروني بهذه الشكايه وبلا ما طلبوا مني نجيب شي وثائق. مشيت لعندهم كيرغموني نسيني واحد التعهد على هذه الوثائق اللي اختفت في المحكمه. لذا انا كنطلب كن موجه نداء لجلاله الملك الله ينصرو باش ياخذ لي حقي من كل من كيتلعب لي في هذه القضيه ديالي في محكمه استئناف ولا في ولاد البوليس اللي ما ضوني على التعهد ولا القيد اللي جهد مني وهو الاعوان ديالو، لان هذا القيد كيبان غير في الصوره راه وراه شي وحدين نافذون، راه كنقولها منهم محامي منهم محامي اكثر اللي كينفذوا لي كينفذ لي المخططات ديالهم واللي كاين اللي ما شاء الله وصافي، واللي راه غادي يكون هذا الشيء راه غادي يكون في البحث ان شاء الله اللي غادي يتجرى راه غادي يبان هذا الشيء. وهذا الشيء كاين اللي عندي راه كتحمل 230 على 2019، وكنطالب من السيد الوكيل العام باش يستقبلني ويحقق في هذه الشكايه ديالي اللي تختفات، وكنطلب كذلك من السيد عبد اللطيف الحموشي انه يشوف هذه الفرقه اللي مضتني على التعهد اللي من المضمون ديالو، راني درت شكايه ضد تظلم لعند رسلتها للسيد الوالي بالبريد المضمون، وكنطلب من السيد الحموشي كذلك مره اخرى ان كاين واحد الاخوين مفتوح كيرتكبوا جرائم سميت الامن اللي كتحمل الشكايه 612 وراه هي نيترا باقا عند نفس البوليس. وانا كنطلب منكم راه تحركت على دمي تحرك على هذه الدار باش تبقى لبنياتي، لان ما عنديش مدخول اخر الا هي. الله يجازيكم بخير، الا كانت شي سلطه نزيهه توقف معايا انا كنطلب من اي واحد اللي غادي يساعدني، راه دمي تحرك على هذه الدار قسما بالله الا دمي تحرك على هذه الدار. شحال من سنه وانا كنضرب على باش يرجع لي حق بنياتي، وقسما بالله الا من مرة كنطالب باش يرجع حق نياتي باش نعيط، شوف ما عنديش مدخول اخر الا هذا الشيء. كنطلب من اي واحد واي مسؤول اللي نزيه يشوف الحالة ديالي ويعاونني ويساعدني باش نرجع حقي وحق نياتي. الله يجازيكم بخير، راه دمي والله تتحرك ليا قسما بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تنساوش تابوناو في لاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.